اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم راح العب لعبه بيكا اكس دي، واليوم طبعا يا جماعه جبت لكم كود جديد. طبعا يا جماعه كود فيه جواهر وكمان فلوس وبس هيك. يا جماعه كثير تحمست لانه لما قرات الايميل كثير انبسطت، لانه يا جماعه اتطورت والكود لا رح يصير ل 100 شخص. او ماي جاد، لانه بالشهر الماضي قلت لكم انه خلص رح بس لا يعني كود بس ل 50 شخص، وكثير اشخاص اخذوا الكود، يعني 50 شخص بالضبط، وبالتعليقات صار بقول لي يا ريت لو كانوا اكثر. ويا جماعه لا بيك اكس دي اعطوني اكثر، وقالوا انه يعني اعطوني هيك كود، قالوا لي شاركيه مع متابعينك مشان يعني شاركيه مع متابعينك، يعني 100 متابع هو اللي رح يزبط مع الكود، والباقي للأسف ما رح يزبط معه للأسف. بس يلا عادي يا جماعة، 100 شخص، فإن شاء الله يكون الحظ حلو لمية شخص. يا جماعة إذا زبط معكم الكود خبروني تحت التعليقات مشان أعرف مين هدول 100 شخص المحظوظين. والأشخاص الثانيين يا جماعة ما تزعلوا، الشهر الجاي كمان رح يجيني كود، وإن شاء الله نكون يعني إن شاء الله يعطوني ل 300 شخص. أوكي، بعد شوي رح طلع لكم يعني هيك الشاشة تبع الايميل، يعني اللي بعتوا لي اياه رح طلع لكم اياه الايميل، ورح اشرح لكم اكثر عن يعني كيف يعني 100 شخص، 50 شخص، 30 شخص، 300 شخص. رح اشرح لكم كل هدول الاشياء بعد شوي. وبس طبعا يا جماعه بدي اسالكم انه مشان يزبط معكم الكود ومشان يكون حظكم احلى، حتى لايك الفيديو، كمان اشتركوا بالقناه تبعي مشان اوصل ل 200,000 مشترك باسرع وقت. يا جماعه جد بدي اوصل ل 200,000 مشترك، يعني قبل نهاية هاي السنة تبع 2022، فان شاء الله يعني ليش لا. فبس هيك كثير بحبكم من جد، اذا بتعرفوا كثير بحبكم، وكمان كمان كمان عيد مبارك سعيد، وكل عام وانتم بألف خير. هذا ثاني عيد، هذا ثاني عيد اضحى لنا مع بعض. واو، كل عام وانتم بألف خير، عيد مبارك سعيد، عيدكم مبارك. وبس هيك بحبكم. يا جماعة كثير تحمست، هل بتشوفوا الحماس ولا لا؟ المهم فهلا رح افرجيكم ورح احكي لكم كيف تحصلون على الكود بالنسبة للأشخاص اللي ما بيعرفوا. المهم يعني رح اقول لكم هيك بسرعة. فيا جماعة كيف تحصلون على الكود ووين موجود الكود؟ الكود يا جماعة رح يطلع بعد شوي بالشاشة، يعني تبعوا الفيديو الآخر، لأنه الكود اللي فيه فلوس وجواهر لمية شخص فموجود بوسط هذا الفيديو. ما بعرف اذا هو هلا رح يطلع بعد شوي قبل طلع ولا رح يطلع بالاخر، فما بعرف انا، بس تابعوا الفيديو ورح يطلع يا جماعه الكود على الشاشه. بعدين انتم رح تاخذوا الكود، يعني رح تحتفظون بالكود اللي طلع لكم بالشاشه، يا اما تكتبوه بورقه قدامكم ولا تكتبوه على الكمبيوتر ولا على اي شيء، المهم ولا تسووه كوبي بسكويت شوت تبع فوتو جوجل اي شيء يا جماعه، المهم اي شيء. اوكي، المهم نحتفظ بالكود، ولازم بسرعه لانه الشخص يعني اول 100 شخص، اول 100 شخص اللي رح يجربوا هذا الكود باللعبه هن اللي رح يحصلوا على الكود. اوكي، فانا مثلا هلا متابعي او متابع، المهم بس مثال، انا متابعي شفت الفيديو تبع اسراء جيمر اللي هو هذا الفيديو، وطلع لي الكود بالشاشه، فايش رح اسوي؟ بسرعه 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 كتبت الكود بالورقه اللي قدامي، هلا رح فوت هون على الزائد اللي جنب الفلوس والجواهر، بعدين رح اروح هيك اخر شيء رح نكبس على هاي ويليام كود، وهون يا جماعه رح اسوي هيك، هون ما رح احط كابيتال letters، اوكي زي هيك يعني حروف كبيرة، كل شيء حروف كبيرة. وبس هيك طبعا هيك رح اكتب الكود بس هيك، اوكي رح اكتب بس هيك يعني الكود اللي طلع بالشاشة، هاد طبعا ما حقيقي، هذا بس مثال. بعدين رح نكبس على activate بسرعة، ولازم نكتب بسرعة، بعدين تادا رح يعطوكم الجائزة. صراحة ما قالوا لي بالايميل يعني جائزة محددة، هل فلوس ولا جواهر ولا ايش، بس اتذكر انه باول ايميل لما كانوا بيعرفوني عن هذا الاشي اللي بيبعثوا لي كود كل شهر، قالوا لي انه بيبعثون فلوس وكمان جواهر، يعني كثير جواهر وزائد هديه كمان جائزه، اللي انا الصراحه كمان ما بعرف. فبالنسبه للاشخاص اللي زبط معهم الكود اكتبوا لي تحت التعليقات شو عطاكم الكود، انا
يعني عم حس بفضول كثير، ما بعرف شو عم يعطي الكود، فخبروني عن تحت بالتعليقات، اوكي؟ بالنسبه للاشخاص اللي زبط معهم، وبس الاشخاص اللي ما زبط معهم ارجوكم لا تزعلوا يا جماعه، بليز لا تزعلوا، لانه في كثير اشخاص لما ما بيزبط معهم الكود بيزعلوا كثير، بقول لي بالتعليقات انه اسراء ما زبط معي، انا خلص كثير زعلت. لا يا جماعة بليز لا تزعلوا، عجد كثير بحبكم وأنا عم سوي كل ما بجهدي، يعني إذا لاحظتوا بالقناة طبعا عم سوي كثير كودات كثير سحوبات، يعني مشان تعرفوا إنه 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 كم أنا يعني بحبكم، ويعني بدي يعني الهدف أصلا من القناة هو إنه يعني أرسم الفرحة على الأشخاص، على أشخاص كثير أكبر عدد من الأشخاص اللي بقدر، مش هيك يا جماعة؟ بدي أوصل لكثير عدد من المشتركين مشان إني أخلي كثير أشخاص ينبسطوا، مشان إني أشارك معكم فيديوهاتي اللي يعني مضحكة وحلوة، وبنصحكم انكم دايما تتابعوها، يعني هذا هو الهدف، كمان انه تربحون معي، يعني شفتوا عم سوي لكم قصص، عم سوي لكم فلوجات، عم سوي لكم كثير اشياء يا جماعة، وجيمينج وكثير اشياء، واكثر شيء الكودات تبع لعبة سبيك اكس، يعني مشان تربحون معي كمان، اوكي؟ فالمهم طبعا شو هالكود كمان ان شاء الله يعجبكم، عن جد عم سوي كل ما بجهدي مشان اني يعني بشارك معكم اكبر عدد من الكودات اللي بقدر، بيكي اكستريم بيبعثوا لي كود جديد بعطيكم اياه، لما ما بيبعثوا لي وانتم بتقولوا لي بالتعليقات اسراء بدنا فلوس وجواهر مجانيه، بدنا بيت، بدنا بيت هيلوكتي، بدنا باقه الصاروخ، فانا شو عم سوي لكم؟ بروح بسوي لكم يا اما سحب ولا يعني بسوي لكم كود او اشي، المهم فكثير اشخاص ربحوا معي بالقناة اذا اجيت هيك احسبهم، في كثير اشخاص وكمان في كثير اشخاص ما ربحوا معي للاسف، وان شاء الله يكون حظكم حلو هالمرة، وبس هيك اعتقد طولت عليكم كثير بالكلام، شكرا الاشخاص اللي يعني بكملوا الفيديو الاخر، شكرا. اوكي يا جماعة اذا وصلتوا لهاللقطة من الفيديو، اذا بتتبعوا الفيديو ثانية ورا ثانية اكتبوا لي هلا بالتعليقات قلب لونه اخضر، اوكي؟ اكتبوا لي يا جماعه قلب لونه اخضر مشان اعرف انكم وصلتوا لهاللقطه من الفيديو، اوكي؟ هيك حطوا تعليق فيه انه هيك قلب اخضر، وبس يعني اكتبوا اللي بدكم، المهم نوروا التعليقات بالتعليق حلو مثلكم، اكتبوا قلب اخضر بالتعليقات هيك ايموجي قلب اخضر مشان اعرف انكم وصلتوا لهاللقطه من الفيديو، والمهم هلا طبعا خلينا نروح افرجيكم الايميل زي ما قلت لكم باول فيديو، فطبعا يا جماعه ما حفرجيكم الايميل كامل اكيد لانه بيكي اكس دي ما بتوافق، المهم فاحفرجيكم بس هون انه مشان ما تقولوا لي انه اسراء ما زبط معي الكود انت بتكذبي علينا، هلا لا يا جماعه جبتلكم الدليل، فبيكي اكس دي هون قالوا لي انه انا من باور بوست، باور بوست معناتها 1 كود، يعني كود واحد رح يعطوني كود واحد for 100 redemption، طبعا الشهر الماضي كنت game change يعني بس لخمسين شخص، عرفتوا يعني كود بس لخمسين شخص، بس يا جماعة هلا عندي يعني لميتين شخص، تخيلوا لمية شخص بس، فا اوكي لمية شخص بس الصراحة يعني هدول هني على حسب المشاهدات، اوكي؟ هني على حسب المشاهدات، على حسب اللايكات وهيك، مثلا إذا كانوا عندي لايكات بس شوي ومشاهدات بس شوي كثير قليل، فرح يعطوني بس 30، إذا كنت يعني عندي شوي هيك مشاهدات هيك متوسطة رح يعطوني 50، زي اللي حصلت على الشهر الماضي، بس هلا حصلت على 100، يعني باور بوست يعني حلو، اوكي؟ بعدين يا جماعة إن شاء الله نوصل لميتين شخص، إذا ارتفعت المشاهدات رح تصير لميتين شخص، وكثير أشخاص وإنتوا كمان بتقدروا تكونوا ما بين هدول الميتين شخص، يعني يا جماعة شو لازم إنكم تسوون؟ لازم يا جماعة إنكم يعني تشوفون كل فيديوهاتي وتنشروها مع أصدقائكم مشان تكون كثير مشاهدات، كثير لايكات، مشان يعني بيكي إكس دي يزيدوني في عدد الأشخاص، ويعني هو إنتوا اللي رح تستفيدوا مشان إنه في الكود وهيك. فكثير مبسوطة لأنه بيك اكس دي صاروا بيبعثوا لنا الكود كل شهر، ومو بس لشخص واحد، لا لكثير أشخاص، 50 شخص، 100 شخص، وتخيلوا يا جماعة وصل لجراديويت يعني اللي هي 200 شخص، كثير حلو، كمان تخيلوا وصل لبرو، برو بيعطيك يعني إنه عندك مشاهدات عالية كثير الملايين وكذا، فيعني حيكون فيه 300 ريدمشن، تخيلوا يعني 300 شخص، فواو كثير قربنا. المهم بس هيك وبس، تابعوا معي الفيديو مشان تشوفوا الكود اللي رح يكون لمية شخص، اكتبوا لي كمان تحت التعليقات لما تجربوا الكود اكتبوا لي اذا زبط معكم
ولا لا؟ وبس هيك طبعا خلص هذا الفيديو، فطبعا ما تنسوا انكم تشتركوا بالقناة كمان، حط لايك لهذا الفيديو، والف مبروك الف 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 مبروك لهدول 100 شخص المحظوظين اللي حصلوا على الكود اللي زبط معهم، مبروك عليكم. الاشخاص اللي ما زبط معهم زي ما قلت لكم قبل شوي انه ما تزعلوا، وان شاء الله حسوي لكم كودات كمان جاية. وبس بحبكم كل ياتكم كثير كثير كثير، شكرا لاي شخص تبع هذا الفيديو، وشكرا لاي شخص كتب تعليق وحط لايك وتابعني على الانستغرام. رح تلاقوا رابط انستغرامي تحت صندوق الوصف. وبس عيدكم مبارك سعيد، بحبكم وباي.